سعد لصباحكم وبنصبح على كل المتابعين والمستمعين في هذه اللحظات في الاستماع وأيضا من الأكاديميين. صباح الخير دكتور عماد، يسعد صباحك عماد أبو خضر مساعد النائب الأكاديمي الجامعة الأمريكية على السمع في هذه اللحظات وكل الهيئات التدريسية الأكاديمية في هذه الجامعة مباشرة، وبما أننا نتحدث عن أكاديميين بأكاديميين وعن مراحل رائعة متقدمة في الدراسة في العلم ومرحلة الدكتوراه بالتأكيد، لكن هذه المرة عن موضوع غاية في الأهمية. من منا لم يبحث عن طول كرم، عن تفاصيل تتعلق بصراحة بتاريخها بقراها بضواحيها وبمخيماتها إلا أن الويكيبيديا ما تسمى بهذه التسمية، أو حتى أن جوجل لم يكن قادرا على إعطائنا بكافة التفاصيل والمعلومات. لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو ويتعلق بتوثيق تاريخي دقيق ومرجعية صحيحة لمحطات طول كرم التاريخية. نرحب بكل من ضيفتي الدكتورة رويدة أحمد دكتورة في التاريخ وأيضا طالبة الدكتورة في تركيا والباحثة في التاريخ تمارا مشعل. أهلا وسهلا بكم ويسعد صباحكم. يسعد صباحك ست وفاء. أهلا وسهلا. من عبر أثير تلفزيون الفجر بنحب نوجه تحية لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم، بنحب نحكي لك أنه إحنا شعب صاحب حق وصاحب قضية، تاريخنا وجذورنا ممتدة في هذه الأرض، ما بقي الزيت الزعتر والزيت. أهلا وسهلا. صباح الخير، صباح يعطيكم العافية جميعا، صباح العاملين، صباح الوطن جميعا. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم، وواضح أنه الهمة قوية 100%. بس يا ريت إذا أستاذة دكتورة تمارا بس القرب أكثر من المايك. وأهلا وسهلا، يعني هيك بنكون نحكي تحت الهواء وندردش وبنقول بالعادة، عن جد قديش منا دكتورة رويدة ودكتورة تمارا بصراحة كنا نبحث عن تفاصيل بتتعلق بطول كرم، بتلاقي هالمعلومتين وخايفين انها نتحاسب على انه ينحطوا هالمعلومتين، وبتحسيها مش كافية مش شافية مش دقيقة 100%. لهيك اليوم احنا بدنا نبلش بالحديث عن ايش بنعني بالتوثيق وأهمية التوثيق، التوثيق التاريخي وهذا الموضوع. فبنبلش مع الدكتورة رويدة ومن ثم نذهب أيضا عن المحطات، لكن قبل هذا وذاك ننوه للسادة المستمعين والمشاهدين أن كل من ضيفتي باحثات في مجال التاريخ والتعمق في التاريخ، واللي بقعد معهم يا لهوي شو بيعرف معلومات وشو إنه بنصدم إنه عن جد في ناس بتحب التاريخ لهالدرجة. دكتورة رويدة أول شيء نتعرف على حضرتك بنبدأ وحكي لنا عن اختيار التاريخ. صحيح، الدكتورة رويدة أحمد حصلت على شهادة الدكتوراه في التاريخ من الجامعة اللبنانية. طبعا أنا من ضمن الأفراد اللي انحجروا ضمن الكورونا، وبدي أحكي لك عن أهمية التوثيق. إجا في دراستنا التوثيق هو عملية ممنهجة لدراسة التاريخ. يعني أنا لما بعطيك معلومة فيش في أحكي لك قيلة ما بتزبط في كتابة كباحث التاريخ. صحيح، اعطيني من مصدرها. بحكي لك مثلا انه اهالي كفار سابا، في عندي وثيقه بتحكي نشهد ونحن اهالي كفار سابا باننا لم نبع شبر من خور سابا. انا معي الوثيقه، وثيقه رسميه موقعه باهالي كفار سابا. يعني هون فيش مجال حدا يطعن في الروايه. وست وفاء بدي احكي لك، حاليا احنا مع الصراع مع الحركه الصهيونيه بايش فطمس الروايه الفلسطينيه، واحنا عمالنا مدينه طول كرم قاعده بتفقد كبار السن لمحامين الروايه الفلسطينيه. صحيح. اللي احنا لازم نقولها لابنائنا حتى ابنائنا يسمعوها ليعرفوا كيف احنا عشنا، ليفهموا تاريخ طول كرم، ليفهموا القضيه الفلسطينيه بشكل عام. يعني اول مبدا في التوثيق التاريخي لا يجوز ان نعتمد مبدا قال وقيل، يجب ان تكون الروايه دقيقه 100% وأن تكون مدعمة بالأدلة والبراهين ألا وهي الوثائق. صحيح. يعني أستاذة تمارا، أنت اخترت البحث في الجانب ربما المتعلق العثماني التركي، حدثينا أكثر في البداية من هي تمارا مشعل ومن ثم عن الجانب الذي اتخذتيه في مجال التوثيق. يعطيكم العافية جميعا. أهلا وسهلا. طالبة دكتوراه في جامعة أتاتورك يونيفرسيتي في الزروم التركية،
خلصت انهيت دراسة الماستر في جامعة النجاح، وكانت عنوان رسالتي الاستيطان الصهيوني في قضاء بني صعب من 1920 ل 1948. هلا مثل ما نوهت زميلتي انه أهمية القال وقيل مش موجودة عندنا احنا كمؤرخين، لا نعتمد على المنهج البحث العلمي. هلا احنا كباحثين مؤرخين المنهج البحث العلمي المقصود فيه هي المصادر. من اهم المصادر المغيبة نوعا ما عندنا احنا كباحثين فلسطينيين الارشيف العثماني. هلا الوثائق العثمانية هي مجموعة من المصادر التاريخية الموجودة والمحفوظة في مركز رئاسة الوزراء في اسطنبول. طبعا تحتوي على اكثر من 150 مليون وثيقة عثمانية بتضم تاريخ اكثر من 39 بلد، طبعا من ضمنهم فلسطين بما انه احنا كنا تابعين لدولة عثمانية لاكثر من 400 عام. هلا الارشيف العثماني متنوع في بحكي لك عن الوقف، بحكي لك عن التعليم، بحكي لك عن الصحة، بحكي لك عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات الرسمية اللي كانت بتصير بين أفراد العثمانيين التابعين للحكومة العثمانية وبين الإداريين والسلطان. يعني جانب مهم جدا فيما يتعلق والجانب التعليمي، لأنه إحنا بنعرف إحنا حتى في فلسطين السلاح الأساسي هو التعليم بصراحة والارتقاء. صحيح. في موضوع التعليم رح نتحدث عن ليش كمان كان وقع الاختيار على فيما يتعلق والارتباط المقدسي بصراحة. ولكن عودة للدكتورة رويدة، دكتورة رويدة يعني على ماذا بالعادة من يوثق التاريخ يعتمد في مصادره؟ وإحنا بنعرف إنه في مصادر ثمينة. أكيد طبعا صح. إحنا لما نوثق التاريخ أول شيء مثل ما حكت زميلتي الأرشيف العثماني هو مش مهمل، بتحكي لك هو صعب انه اي باحث يوصل له. مثلا عندك الارشيف العثماني في اسطنبول بيحتاج لغه عثمانيه، الكتاب غير اللغه العربيه عند اللغه العثمانيه غير التركيه. اللغه العثمانيه تختلف عن اللغه التركيه الاصيله، هذا اللغه القديمه. نعم. كمان عندنا في اهم شيء من المصادر بنعتمدها سجلات المحكمه الشرعيه، الطابو مصدر مهم جدا كباحثين. من المصادر اللي نعتمدها كمان الروايات الشفوية، المقابلات الشخصية مع كبار السن. هدول بدعموا لنا أخبار. أنا كباحثة اشتغلنا على مدينة الكرم، هلا بنيجي لمشروع مدينة الكرم بنوثقه، عندنا سجلات البلدية، دفاتر وقائع البلدية. هون احنا لقينا تاريخ يعني عميق جدا لمدينة الكرم، ونضالي وبطولي يعني بيشرف جدا. فإحنا على عاتقنا أن ننشر للجميع ويكون بمتناول اليد. على إيش بصراحة التركيز في هذا المشروع الخاص بتولكرم؟ مشروع نتركز أنه إحنا لقينا أنه مدينة الكرم هي مهمشة تاريخيا. إذا أنت بتروح على مدينة نابلس لح تلاقي العديد من الكتب المنشورة تحكي عن مدينة نابلس، في نفس الشيء. نعم. في مرجعية. إذا أنت جيت تبحث عن كتاب منشور بيخص مدينة الكرم تفتقر جدا إلى هذا الموضوع. فإحنا ارتقينا إنه نعمل هاي الدراسة. طبعا بدي أحكي لكم هي كانت فكرة إنه نكتب هذا الموضوع البحث التاريخي في الكرم، لكن إحنا بنوجه من أثير إذاعة الفجر الجديد لعطوفة محافظة الكرم اللي هو كان الداعم الأول إلنا واحتضن فكرتنا، ولولا دعمه إلنا ما إحنا شفتينا هون وما شفتناش إن إحنا ماشيين في الموضوع. يعني فعلا بده جهود جبار. وإحنا أكيد بنوجه له التحية الصباحية ونثمن على الجهود المبذولة. بدناش تحكي لنا بموت على التاريخ، شغل بس تعمق على التاريخ. تسعة صباحا لعطوفة المحافظ أبو عدي. دكتورة تمارا، وإن شاء الله طبعا قريبا بتم إنهاء مرحلة الدكتورة، يعني ليش اخترتي المرحلة أو الحقبة الزمنية المتعلقة في القدس المحتلة مثلا، يعني التعليم في تلك الآونة؟ يعني هل في هناك ما جذب اهتمامك بصراحة؟ التعليم. أنا كانت عنوان، طبعا كنا بنعرف الهجم الشرسة اللي بتتعرض له القدس، والقدس وأراضينا الفلسطينية كاملة، فكان تركيزي أنه المصادر جديدة اللي هي المصادر العثمانية، وبعدين المصادر العثمانية أنه هي موثقة. يعني في كود يكون موجود عند أي وثيقة، تروحي على اسطنبول أعطيهم الكود بأعطيك الوثيقة بسهولة. بتحصل على هذا المصادر بصراحة؟ أي طبعا بسهولة، بس هو أنه لازم تكوني أنت متقنة نوعا ما للغة التركية واللغة العثمانية، لأنه عملية البحث رح تكون باللغة العثمانية، والقراءة هي باللغة عملية البحث باللغة التركية والقراءة باللغة العثمانية. فمش يعني ما اضطريت تتعلم اللغة؟ طبعا أربع سنين وأنا بتعلم باللغة العثمانية حتى نوعا ما أتقنتها، عشان نجيب إحنا مصادر جديدة وإشي جديد لفلسطين ولا
تاريخها. طب إذا بدنا نيجي إحنا نلخص، وصعب هو التلخيص، ولكن أبرز ما علق بالذاكرة عند دكتورة تمارا بصراحة ما يتعلق والقدس المحتلة والتعليم وما إلى ذلك، شو أكثر محطة انصدمتي بمعلومتها مثلا؟ لأنه في دكتورة رويدة في شغلات وخبايا أعوذ بالله. رح نحكي شوي عن هذه الخبايا مع الدكتورة رويدة بصراحة، لأنه كثير مهم نطلع السادة المستمعين المستمعات أنه عن جد تاريخنا كبير، عن جد إحنا عندنا شغلات يعني ما كنا عارفينها وما بنعرفها، وإن شاء الله رح يتم الإعلان عنها لاحقا. هذه المحطات شو اللي لفت انتباهك فيها؟ هلا لفت انتباهي طبعا كنا نعرف الرواية الصهيونية اللي بيحكوا لك هي أرض بلا شعب. لا والله، أنه إحنا موجودين يعني هون، عندنا ثقافتنا، عندنا تاريخنا، عندنا عاداتنا، عندنا حكايانا اللي انتقلت من جيل إلى جيل، وهي الحكاية وهي الروايات موجودة من خلال الوثائق. طبعا الوثائق العثمانية، انت لما تحكي على الوثائق العثمانية بتحكي على اكثر من 200 سنة. يعني قبل وجود فكرة نشأة الحركة الصهيونية، قبل وجودهم نهائيا. لا بحكوا لك ما كان في عنا تعليم، لا كان في عنا تعليم، كانت في عنا مدارس عثمانية، ما كانت عنا اقتصاد وزراعة، لا كان عنا مدارس اقتصادية وعنا مؤسسات اقتصادية، عنا مؤسسات زراعية. يعني مثلا من الاشياء انا اللي كانت ابهرتني لما طلعت على وثائق يافا، وثائق يافا صناديق البرتقال كانت تصدر إلى أمريكا مثلا في، لما خلينا أحكي مثلا 1860، هذه في اللمحات الاقتصادية مثلا في اللمحات الاقتصادية. لا أنه كان عندنا إحنا اقتصاد قوي، كان في عندنا رجال أعمال. لما أنت بتحكي أكثر من مليون صندوق برتقال تقريبا كان يصدر إلى أوروبا وكان يصدر إلى أمريكا. والحلو بالموضوع أنه الطابع مكتوب عليه فلسطين. يا سلام، طبعا هذا يثبت بشرعية حقيقية تواجد الفلسطيني بكل مسمياته. يعني دكتورة رويدة، خلال المرور يعني التصفح للمعلومات للوثائق، الرجوع للطابو كما ذكرت، من ضمن الرجوع أيضا ربما للمصادر التي ذكرتها الدكتورة تمارا في موضوع العثماني، يعني أبرز ما يتم الحديث عنه كرواية مغلوطة وضحضت بصراحة من خلال ما وجدته من وثائق؟ هي أكبر رواية أنا بحكي لك إياها، إنه أول شيء في إشي خاص بمدينة تولكرم، يعني هو ضحض للرواية الصهيونية، وإحنا عمالنا بنصيغ بالرواية الفلسطينية لضحض الرواية الصهيونية. هلأ مش رح أقدر أفصح عنها، الأسبوع القادم رح يكون عنا خبر عن جد يعني بيشرفنا كتير كتير إن إحنا كمدينة تولكرم هيك كنا عبر التاريخ. من ضمن الروايات أنت سألتين عن التعليم، أنا من ضمن اللي لفتني إنه في الدفاتر اللي أنا كنت بشتغل فيهم، إنه مثلاً المدارس اليهودية عام 1886 بيحكي لي 70 مدرسة أنا دخلتهم. مدرسة عدد الطلاب صفر، عدد المعلمين صفر. مدرسة عدد الطلاب صفر، المعلمين صفر. في المقابل أنا كنت أشوف المدرسة العربية الإسلامية عدد المعلمين 4، طلاب 35. ليش اليهودية أنا في 70 مدرسة بس ما في طلاب، في ما فيش معلمين؟ دليل أنا كنت أخذ مكان أطلق عليه اسم مدرسة بس فعلياً هو مش موجود، فيش تواجد فعلياً، هو مش موجود. فهذا من ضمن الروايات اللي إحنا إن شاء الله شغالين لازم نثبتها ونظهر الحقيقة الصح. يعني هذا فيما يتعلق الجانب التعليمي، خلونا نسلط الضوء أكثر بعين الصقر بصراحة لنحط على محافظة طولكرم. اختيار التوثيق المتعلق بطولكرم كان وقع الاختيار على القرى صحيح المحيطة والمحاضية بطولكرم، يعني لماذا هذا الاختيار وبمن بدأتم بصراحة بالتوثيق؟ ستوفاء مدينة طولكرم لها تاريخ عريق جدا جدا. من ضمن الأخبار اللي لفتتني إنه بلدية طولكرم تقدم مساعدات لأهالي قاقون بما تعرضوا له، بالرغم من الظروف السيئة والاقتصادية في 48 التي عانت منها مدينة طولكرم، إلا إنها احتضنت أهالي قاقون وقدمت لهم الدعم. فهذا إشي كثير مشرف. إحنا مع طوفة المحافظة ارتقينا نكتب كتيب عن كل قرية ليكون مرجع لهم من خلال الأرشيف. فابتدأنا في بلدية كفر اللبد وبلدية نزلة عيسى. من خلالكم بنوجه لهم كل الشكر، تعاونوا معنا بكل وسائل التعاون، يعني ما قصروا معنا من رؤساء بلديات لمعلمين
كمان حاب احكي لكم ان احنا اشركنا طلبه المدارس في الموضوع دخلناهم من ناحيه جمع الروايه الشفويه. طبعا هون صاحبه التمار هي اكيد رح تحكي عن موضوع الطلاب وهي كمدرسه. صحيح اليوم اليوم قديش مهم نعتمد روايه الطلاب او مثلا الجانب التحفيزي والتشجيعي على انه الطالب مشركه في هذا النوع من الانشطه التوثيقيه بصراحه والتي تعتبر لا منهجيه بنطاق وحسب التربيه والتعليم خطه التربيه والتعليم. احكينا اكثر عن هذا الجانب. هلا بدايه طبعا مثل ما حكت زميلتي انه الفكره يعني كان بقيت فكرة لو لم يتم احتضانها. كان عطوفة المحافظ مشكورا هو اللي آمن بقدراتنا وآمن بالفكرة وأعطانا الصلاحيات أنه لكم الصلاحيات بس اكتبوا جيبوا لنا إشي جديد. طبعا بوجه الشكر كذلك لدكتور مروان العورتاني والأستاذ سعيد كبهة اللي هم قدموا لنا المساعدات حتى ندخل المدارس ونشارك الحلو بالموضوع أنه طلابنا وأبنائنا رح يشاركونا في كتابة الرواية وكتابة تاريخنا. أشركناهم من خلال البحث العلمي أنه أنت كل حدا أكيد في عنده كبير بالعمر ستو أو سيدو أو حدا من جيرانه اعمل معاهم مقابلة اسألهم عن البلد عن أحوالها الاقتصادية أحوالها الاجتماعية أحوالها السياسية حتى يصير بكرة هم راويين للتاريخ اللي هي تناقل الرواية من جيل إلى جيل. يعني واضح جدا أنه عملية إشراك الطلاب يعني إحنا بنعرف مش راح يجيبها من بنات أفكار وهذا الرواية ممكن من أجداده ممكن من سيده وسته. قديش هذا الإشي مهم بصراحة في عملية التوثيق اللي بتقوموا فيها؟ يعني قديش برضو احنا بدنا نكون دقيقين بتخافوا انه يكون في شوائب في هذا الروايه؟ هلا اكيد طبعا بما انها هي روايه شفويه فخلينا نحكي رح يشطحوا شوي بالحكي وفي اعطاء المعلومات. صحيح. بس في عندك مصادر احنا رح نعتمد عليها. عندك الارشيف العثماني، عندك الطابو، سجلات المحاكم، عندك الصحف المنشوره رح تكون هي عمليه مقارنه. طبعا في كمان اللي هي الكتب المنشوره عمليه مقارنه لكل هاي مع بعضها. واحنا كباحثين في مجال التاريخ يعني رح فينا نحدد ايش الصح وايش الخطا. يعني هيك بس بدي احكي شغله مداخله بصراحه بتتعلق في موضوع البحث العلمي. قديش دول العالم الاخر بتعطي اهميه وبتعطي ميزانيه ضخمه؟ ايوه بتسمع. قال يا ست فائد ضربت على الوتر. شفت زي ما بقول انتبهت من صوتك اضحكي لها دكتور رويدا وتمارا. دكتوره تمارا ضربت على الوتر. قديش بحط والله انا كثير انا مبسوطه انا معي باحثتين رائعتين وهي في كمان كلمات حلوة إن شاء الله هلأ أنا نحكيها من المشاهدين والمشاهدات صدقا. بس قديش الإشي غصة بحزن إنه صدقا ومش مجاملة إنه باحتضان وجهود من عطوفة المحافظ وإصرار على إنه يكون لا أنا بدي أدعم هاتان المرأتان الفلسطينيتان على أساس إنهم باحثتان. ويعني وإحنا مش عمالنا بنحكي عن هواة بصراحة بنحكي عن متخصصات في هذا الموضوع أصر على إنه يدعموا على إنه إحنا بدنا نعطيكم كافة التسهيلات عشان والتدخلات. طبعا هو كان في تدخلات في كثير من النقاط على أساس استمرارية عملية بحثكم. في حين دول العالم الآخر بتحدد ميزانية ضخمة وبتعمل حتى مجمع يعني خلينا نقول أماكن متخصصة لهؤلاء العلماء والباحثين في كل المجالات الحياتية. صحيح. احنا اليوم زي ما بنقول مع الاحترام للأسف مش خاطين لسه الخطوة الصحيحة 100% ولكن إن شاء الله يعني بهذا الدعم وهذا الاحتضان إنه نكون يعني بلشنا الشوط ومشوار الألف ميل بخطوة ببلش. فالشيء هذا محزن وبتمنى من حكومتنا الموقرة ومن كل الجهات المشرفة على مثل هذا المواضيع إنها تعطي شوية أهمية. إحنا رأسمالنا علمنا بصراحة غير هيك ما فيش مجال. بنرجع للدكتورة رويدة في الموضوع التوثيق لتو الكرم. يعني هل هذا الموضوع التوثيق أو المحطة التوثيقية شاملة لكل القرى الكرمية بصراحة للضواحي للمخيمات ولا في انتقائية في هذا الموضوع؟ لا ست وفاء الموضوع شامل لجميع القرى. طبعا أنت رح تتفاجأ هذا الموضوع بحاجة لطاقم كبير. صحيح. بس إحنا يعني من ناحية أحكي لك إنه انتمائي لتول الكرم لبلدنا إنه فيش كتيبات كتبت فيش كتب طرحت. يعني أنظار الباحثين وين موجهة؟ للمسجد الأقصى للقدس الشريف نظرا للأوضاع الراهنة. فتم تغييب مدينة تول الكرم. فإحنا هلا إن شاء الله شغالين نكتب بجميع القرى. مثل ما حكيت بدأنا بكفر اللبد نزلت عيسى إن شاء الله خلال شهرين ثلاثة رح يصدر أول كتيب إلهم.
متواصلة أي قرية. كمان بدي أحكي لك سر منك إنه إحنا ما لقينا دعم أبدا وأسفي على جامعاتنا كلها بشكل عام. أسفي أنا عتبي على جميع كل جامعاتنا بشكل عام. أطفت المحافظ الوحيد اللي احتضننا وحكي أنا رح أدعمكم ضمن إمكانياتي. كل الاحترام. رح أوفر لكم كل شيء ضمن إمكانياتي. كل الاحترام. وهنا بدي أسأل في هذا الموضوع وخاصة الأستاذة تمارا ونرجع للدكتور رويدا نشوف برضو كمان سمعت أنا في عمي قال بدك تدفع عشان تحصل على المخطوطة. تنشوف هذا الموضوع بس شوي التفاصيل عن دكتورة بس قديش موضوع الحصول على المخطوطات سواء المكتوبة يدويا أو حتى بصراحة اللي خلينا نقول تعتبر كنز معلوماتي تتغلبوا في الحصول عليه أحيانا بيكلفكم تدفع من جيبتكم الشخصية بس على المستوى احنا بنقول خلينا ناخد تجربة تانية في تركيا سهل الموضوع بالنسبة لكم لقيت مضايقات أو صعوبة هلأ بالنسبة لتركيا لا صراحة كانت كل الوسائل متوفرة يعني انت عندك لما تركزي مع الدكتورة رويدة لما بدك تدخل المركز الأرشيف التركي كأنك داخل قصر صراحة من الإمكانيات والتسهيلات بس بدي أحكي لشغل لأن هناك صعوبة يعني أنت بدك تبحثي في آلاف 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 الوثائق ويمكن أنا بيجي المجهود الشخصي طبعا أكيد يعني أنا يعني بالنسبة لي لأنها كانت تجربتي كنت أقعد أسبوع أسبوعين أحيانا شهر شهرين أبحث أقرأ 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 وما ألقى ولا إشي يا الله ف يعني هم بفكروا يعني يمكن المشاهدين أو اللي مش متخصصين فكروا أنه لا الإشي سهل أنه أكتب كلمة تركرم أطلع لك كل الوثائق كل الوثائق طبعا أو كل الوثائق مثلا موجودة على النت لا الوثائق مش موجودة على النت أنت لازم تروح على اسطنبول مثلا كيفنا نحصل على الوثائق العثمانية لازم تروح على اسطنبول وتقعد تبحث وتقرأ تقرأ آلاف آلاف الوثائق حتى تلاقي ويمكن تلاقي يمكن ما تلاقي الإشي اللي بخصك لا في تركيا كانت الأمور مسهلة ولكن هناك جهد طبعا شخصي. يعني جهد على الباحث على الباحث جهد شخصي دكتورة رويدة تجربتك بصراحة في عملية الحصول على مخطوطات أو حتى معلومات وثائق هل كان في صعوبة مضايقات لا احنا هون في فلسطين انك تحصل على اي شيء صعب اصلا هذا بطبيعه الحال انك تحصل على وثائق تاريخيه فكان في قمه الصعوبه لسه في عالم مثلا بتلاقي عنده وثائق ما بيصرح لك انه من مين انت حصلت عليهم انت بتحصل عليهم تشتريهم طبعا ضمن مبالغ بس فيش فيك اصرح لك منين انا حصلت عليهم يعني هم بيشترطوا عليك السريه في المصدر اكيد اكيد لهيك كان الموضوع مش سهل بالنسبة لك يعني شوف المفارقات اللي احنا نحكي عنها طيب احنا كمان في هون رسائل وكلمات تحذى للضيفات طبعا وايضا للصديقة الدكتورة رويدة احمد بنفتخر فيها امرأة مكافحة طموحة بان اكملت الدراسة والتعليم رغم مسؤولية البيت والاطفال وبالتأكيد حاصلة على شهادات عليا ومصدرة لكتابين احنا موضوع الكتب لسه بدهم حلقات تانية واكيد موضوع التخصصات في هذا الجانب بده أكثر وأكثر إجمالا أنا مش عارفة ليش هو الوقت مشى بسرعة بس خلينا شوي غشينا عن الحدث اللي رح يصير في طول كرم تحكيش المعلومات كاملة بس هيك شوية تفاصيل إذا ممكن بوعدك إن شاء الله الحدث رح يكون عبر أثير الفجر الجديد رح ينطلق يعني هذا وانتظرونا ضمن مفاجأة حصر إن شاء الله إن شاء الله طيب أنا بس بحب من خلال منبرنا ومن خلال شاشتنا أن أوجه سادة المستمعين وأنبههم إنه إن شاء الله رح يكون في حدث بس امتى التاريخ على اساس نعرف محتمل ما في احتمال 1/12 احتمال 1/12 مع بيبي ان شاء الله الشهر القادم لسه مش مثبت مش مثبت ولكن في حدث ضخم راح يكون على مستوى محافظه طول كرم ان شاء الله بوجود كافه الجهات المختصه والشريكه وايضا عطوفات المحافظ وكل من الدكتوره تمارا والدكتوره رويده احنا بنتمنى لكم صدقا التوفيق وحتى المشاهدين بيبعتوا لي يعني وفاء عن جد اللقاء معهم حلو ممتع وانا مستمتع والتاريخ جميل جدا ومهم جدا إحنا نعرف ونعرف أجيالنا والأجيال القادمة عن تاريخنا عن التلاعب اللي صار في الروايات لليوم أي حدث بيصير بنقول وقالت مصادر إعلامية عبرية إسرائيلية للأسف الشديد الرواية الفلسطينية هي ليست بالضعيفة والركيكة إنما نحن نفتقد لأن نكلف عناء أنفسنا بصراحة أو نكلف أنفسنا
عن المشقة والتعب حتى نبحث، يعني بتقول لك ببحث بنقرأ ممكن آلاف الكتب وبجوز تلاقيهم عنه هيك بكل مسألة محلها عادية لأني عانيت، يعني أنا بدراسة الدكتوراة عانيت جدا وأنا أبحث ست وفاء. إحنا من رواد مركز إحياء التراث أبو ديس، فإحنا كنا نطلع 3 الفجر من البيت نروح نوصل أبو ديس المركز 7:30 بنكون قبل العاملين طبعا، نبلش نبحث بينتهي الدوام 2:30 يروحوا، إحنا ما لقينا إشي بس هذا اندل بدل على الإصرار على إحنا نلقى معلومات صح ونوثق صح وتكون مصادرنا صحيحة، ورح تنصدموا في شغلات إن شاء الله رح تعرض في الحدث القادم في طول كرم بمعلومات قيمة مهمة تضحت الرواية الإسرائيلية بصراحة، تغير مجرى التاريخ، تغير مجرى التاريخ وتغير مجرى ولادات إن أمكن في هذا الموضوع. إجمالا لن أتحدث كثيرا، صدقا استمتعنا في اللقاء وكم كنت أتمنى أن يكون مطولا أكثر، لكن الوقت بالعادة يداهمنا حين نكون مع برفقة رائعات مثلكن فلسطينيات شامخات ما تقتلوناش. سمعتوا في عنا ناس منيحة ما شاء الله عنها، ما حدش يقتل حدا للأسف، أصبحنا على هذه الأنباء المحزنة، لكن نختمها إن شاء الله بهذا اللقاء. أشكر كل من الدكتورة رويدة أحمد دكتورة في التاريخ وأيضا الطالبة في الدكتوراه في تركيا والباحثة في التاريخ تمارا مشعل، شكرا جزيلا لكم، وبالتأكيد الشكر لكل المستمعين والمستمعات.